تريد البصرة أن تسابق مدن العالم، وإن كان استحقاقها أن تكون في مقدمتها، ولا يهمها أن تكون محافظة أو إقليماً أو دولة، كما لا تسعى لأن يعيش أبنائها حياة دول لا تملك عشر ثرواتها. تريد البصرة أن يكف الأذى عن شبابها المعزول إجباراً عن العمل في أرضه، وأن يحظى المواطن فيها بأبسط حقوق المواطنة التي على الدولة أن توفرها: ماء يدوم به الوجود، وطرقات يسلك الناس من خلالها طرق أرزاقهم، ونزر من الكهرباء يستعان بها على جحيم الشرجية. فهل غلطت البصرة حين تطالب بحقوقها، أم أن المطالبة بالحقوق صارت تزعج الفاشلين في تحقيق الوعود؟ يسعد مساكم مشاهدينا وبرنامج في المكشوف، محورنا لهذا اليوم البصرة بين المركزية والمحلية، والمواطن هو الضحية. خلينا نشوف هذا التقرير راجع لكم. معاناة البصرة تطفو من جديد على الساحة في ظل تولي أسعد العيداني منصب المحافظ فيها، لكنه لم يحرك ساكن، فانشغاله بأمور الخاصة ومصالحه الشخصية كانت من أولويات أعماله أثناء تسنم منصب المحافظ، فالسفرات إلى الدول الأوروبية والاستجمام كانت أبرز إنجازات العيداني، وخير دليل على ذلك هو عندما زار رئيس الوزراء محافظة البصرة لم يستقبل من قبل محافظها. أما بقاء العيداني في منصبه لكل هذه المدة مو بإرادة البصريين، بل تخوفا من أن تعود المحاصصة الحزبية إلى الساحة البصرية من جديد. تعقيبا على زيارة عادل عبد المهدي، فالبصريين استبشروا خير بهذه الزيارة، لكن سرعان ما تضحت صورة هذه الزيارة وتبين لها للبصرة بأنها مجرد وعود إعلامية، فكل هذه الوعود والتصريحات أبصر عليها الشارع وما تفيد بعد اليوم. فخيار المواطن الوحيد صار هو الضغط عن طريق إقامة التظاهرات الشعبية للحصول على مطالبهم المشروعة قبل قدوم فصل الصيف، لأن أغلب التوقعات تشير إلى أن الصيف القادم هو من أقسى الفصول اللي راح تمر على الفيحاء، فمياهها المالحة وندرة وجود الطاقة الكهربائية في المحافظة وعدم توفر الخدمات هي المؤشرات الأولى لهذه التوقعات، بالإضافة إلى البطالة المستشرية فيها رغم هذه المأساة وكم العاطلين اجتهم اتفاقية الأردن حتى تنهي عمل الموانئ ومنافذ الحدودية، وحتى يكمل مصباح المشاكل ناقص بس الشاهد، والشاهد هو ظهور مرض الكوليرا الذي بدأ يزداد كل ما يقترب الصيف. أهلا بكم مرة أخرى، ويسعد مساكم مشاهدينا بكل مكان. ومثل ما ذكرنا، حلقتنا محورها لهذا اليوم البصرة بين المركزية والمحلية، والمواطن هو الضحية. أرقامنا مفتوحة أمامكم للاتصال ومشاركتنا بهذه الحلقة على مدار هذه الساعة من البث المباشر. طبعا تجديد التظاهرات بالبصرة إلى أبعاد كثيرة، بين اللي يقول أنه هي مدسوسة لحتى يكون هناك إقليم، وبين اللي يقول لا والله هي الناس طقت روحها وملت وجزعت من أنه تتحقق أبسط مطالبها وماكو شيء بتحقق. الأغلب يرجح الاحتمال الثاني اللي هو المواطن طقت روحها من الوضع الحالي، مثل ما نشوف أنه المشاكل بالبصرة بازدياد بشكل كبير. يوم أمس بمنطقة ياسين خريبط وغيرها من المناطق كانت أكو هواي تظاهرات بسبب سوء الخدمات اللي هي من حق أبسط مواطن، خصوصا إذا كان هذا المواطن يعيش بثاني أكبر محافظة عراقية، مصدر الثروات للعراق، وممكن نقول بوابة للخليج العربي كله بالثروات اللي تمتلكها محافظة واحدة اللي هي البصرة. حقوق البصرة وين؟ اللي هذه بدأ أهلها يطالبون بحقوقها، يطالبون بحقهم بالنفط، يطالبون بميزانية البصرة للإعمار. أبسط شيء يريدون أنه يعملها تبلط الشوارع، مجرد أنه ما يريدون المجاري تكون تارسة الشوارع. الأطفال بدأت تغرق وتموت بسبب المياه الآسنة.
مثل ما نعرف انه اغلب مناطق البصره تكون مبنيه على بزل، اللي تكون مثلا الانهار، مثلا نهر العشار وغيرها من الانهار، منطقه الابله النهر الموجود بها، واغلب المناطق هي موجوده بها هذه الانهار. المشكله وين؟ المشكله انه هذه اللي كانت بفترات الستينات والسبعينات، هذه انهار كانت بها السمك وبها البط والطله الحلوه، واحد بيتها كانوا يقولون مسعده وبيتك على الشاطئ، هي الها لان قاعده وقبال بيتها تفتح باب بيتها تلقى الشط. اليوم تفتح باب بيتها تلقى قمامه، تلقى مياه آسنه، تلقى مياه مجاري، تلقى البعوض والحشرات. اليوم صرنا نشوف الامراض بهذه المناطق. المناطق اللي كانت جوهره بالبصره الان صاروا اهاليها يهربون منها بسبب هذه المشاكل الموجوده بها. كل هذا والمحافظ وين؟ اداره البصره وين؟ حكومه البصره وين؟ انت اليوم من تشوف اهلك او يمكن حتى المنطقه اللي تربيت وكبرت بيها ولعبت بحاراتها وافرعها ودكاكينها واشتريت من ام محمد ورحت قعدت يم جارك خضير، هذول كلهم ماتوا بسبب الامراض وماتوا بسبب الزباله الماكله بيوتهم. وطلعوا عدا هوا البصره اللي كنا نقول هواها يرد الروح، واني من نطب البصره ترد روحي من نشم هواها. اليوم صرت هاني من نطب البصره اختنق وتجيني موجه ربو وينقلوني بالمستشفى ويحتارون بي بدل ما يضيفوني السمك ويضيفوني يجيبوا لي النهر خوز وغيرها من الامور، صاروا يركضون بي للمستشفيات. كنا نروح نتعلل نقعد امسيات تخبل على الكورنيش يم شط العرب يم السياب وغيرها من الامور. اليوم صرنا اذا نروح لشط العرب حتى نخاف لا نتسمم واحنا مجرد انه قاعدين. طبعا نسبه الملوحه الكبيره بمياه شط العرب والكارثيه ادت الى تسمم هذا الشط الحلو، هذا اللي الدنيا كلها كانت تدرسه وتحكي بيه وشلون التقاءه. من فترة السيد عادل عبد المهدي توجه للبصرة، وأهل البصرة طاروا من الفرح واستبشروا وقالوا إيه جانا الخير ويا جاية عادل عبد المهدي. بس راح السيد عادل عبد المهدي تفاجأ أنه محافظ البصرة ما موجود. أعتقد كانت عطلته الربيعية مبلشة من وقت، أو رحلة علاجية واستجمامية أو ما إلى ذلك، الله يعلم بهذا الموضوع. البعض قال ووضح أو تخوف من أنه زيارة عادل عبد المهدي والوعود اللي قطعوها لإعمار البصرة وللاهتمام بالبصرة هي وعود إعلامية، كون البصرة تمر بأزمة وإحنا على أبواب صيف والمشاكل بادية أصلا من قبل الصيف، يقولون هاي خاف كلها وعود حتى يسكتونا. رغم أنه أهل البصرة أغلبها تعول على السيد عادل عبد المهدي وتستبشر خير بوجوده، ويقولون هلبة الله يفعل لنا هيئة ومجلس إعمار البصرة وينطيها تكون اللي القائمين عليها ناس من المستحقين أن يكونون بهذا الموضوع. خلينا نشوف سالوفة ونرجع لكم. ليس الخطر في تمرير الموازنة الاتحادية لعام 2019، خاصة وأنها تجاهلت معاناة البصرة وآلام مواطنيها، ولكن الأخطر في تماهي الحكومة الاتحادية التي تجاهلت المحافظة. فبعد وفود وزارية كثيرة زارت الفيحاء وعادت بخفي حنين من دون أن تداوي جرح المحافظة الجنوبية، وفي الطرف الآخر إهمال محلي إداري متمثل بأسعد العيداني الذي زار القارة الصفراء لقضاء عطلة فيها تزامنت مع زيارة أهم مسؤول تنفيذي إلى الجنوب. ولا يبدو البصريون هادئين هذه المرة، فكما قال المثل العراقي إن قلبك لوعوه قلبي بعطابة شووه. تتصاعد المطالب بتشكيل أمانة تحفظ للبصرة حقوقها وتنمي للبصريين آمالهم. وفي خضم هذه الأمنية يظهر في آخر نفق الأزمة أمل لا يبدو وكأنه سراب ماض، بل على العكس تماما، وأن إمكانية تطبيقه على أرض الواقع باتت قريبة جدا، إذ يقف ممثلون محافظة ملوحين بطلب يفضي إلى تشكيل مجلس يحمل اسم المجلس الأعلى لإعمار البصرة
والذي يحمل في طياته إرغام الشركات النفطية على تقليص العمالة الأجنبية وتعيين عراقيين بصريين حصراً فيهم ملوحة الأرض وسمار النخيل بنسبة تتجاوز 60%، حيث يرتبط المجلس إدارياً برئيس مجلس الوزراء وعضوية وكلاء الوزارات كافة. هذه المرة يعبر البصريين بلسان عربي فصيح: لا عيدان ولا بطيخ. تشكيلات المجلس الجديد ستضم خبراء ومختصين وأكاديميين من ذوي الخبرة والنزاهة والتخصص للعمل على خدمة الفيحاء، وسيقدم خططا للمشاريع التنموية وحلولا لمشاكلها، ويمول من إيرادات المنافذ الحدودية والبترودولار والجباية الداخلية والرسوم في المحافظة، ويخضع لرقابة مجلس النواب على أن يقدم هذا المجلس خطة عمل استراتيجية لمدة 5 سنوات، بمعنى أن الفيحاء ستأخذ حقها بالتمام والكمال. فإن صدرت المحافظة 1 مليار برميل سنويا، فإن الإيرادات ستكون 4 تريليونات دينار شهريا، وهذا ما سيدفع عموم المواطنين للتغني قائلين: مركب هوانا من البصرة جانا، مركب هوانا من البصرة جانا، ولكن هذه المرة يأتي المركب صافيا يسير بمياه غير مالحة بعيدا عن صخب العيدان. البصرة يطلع يروح للعقبة، هذا واحد من خوف أهل البصرة لتصدير ثرواتها إلى البلدان المجاورة بزعم تقوية العلاقات مع الأردن. هنا كارثة أخرى لاستنزاف ثروات البصرة مقابل أنه قرروا، يعني من باب أنه الخوة والصداقة، ولازم إحنا نعزز الخوة والصداقة بيناتنا، ننطل البصرة للأردن 10,000 برميل نفط خام مقابل أنه إحنا ندخل أو نصدر مواد مع إعفاء جمركي إلها. لكن احنا اولا ايش ننتج على مود نصدر؟ هاي اول الشغلات. والمخاوف لاهل البصره انه يقال، والعهده على القائل، انه هم بهذه الخطوه يريدون يشغلون اكبر عدد من شريحه شباب البصره وتوفير فرص عمل لهم. طيب انت اليوم تريد توفر لهم فرص عمل، ويقول يعني همين شخص آخر مسؤول متنفذ آخر أنه إحنا ما نريد نخدم إسرائيل بهذه الخطوة بقدر ما إحنا نريد نعزز علاقاتنا مع الجارة المملكة الأردنية. طيب يا عزيزي، هنا اليوم شباب البصرة إذا ما نقول 90% حتى لا نظلم بخت أحد، نقول 85% من يومهم عاطل عن العمل ومخدر. طيب هذا الشاب العاطل عن العمل المخدر اللي انت جبت شركات وعمالات معينة تأخذ محله ومكانه بالعمل، وهو خطية ظل محتار ما يدري وين يروح وين ينطي وجهه حتى يشتغل. هاي الشركات اللي جت وعلى أساس استثمرت وما شفنا الاستثمار، اللي على أساس سوت مشاريع وما شفنا مشاريع، اللي على أساس سوت إعادة إعمار لبنى تحتية أو لحتى شوارع، ومثل ما شفنا اللي صار بمشكلة المعقل انه بعد ما خلوا لها الميزانية المعينة وانطلقوا الشوارع المعقل وراحوا حتى يصلحون المعقل، اكتشفوا انه الخطة من الاساس مو نافعة وما تقدر تشتغل. ليش؟ لان ما مدروسة صح. طيب اريد اعرفه منو اللي درسها على مود ما درسها صح. طيب من درسها وين كان؟ ببلد معين وقاعد على البحر مثلا ويدرس خطة المعقل؟ لو كان موجود بأرض المعقل وطلع كشف على المعقل وشوارعها وبناها التحتية وقرر يسوي هذه المشاريع، اليوم من المعقل خلوا لها ميزانية طلعوا وراحوا على مود يسوون شوارعها وبناها التحتية، ولقوا انه مياه البزل طالعة على الشوارع ومخربة التبليط اللي المفروض هم مبلطين، ولقوا انه مياه الصرف الثقيلة تارسة البيوت وطالعة على الناس بالمناطق. زين، وين كنت من سويت الدراسة يا حكومة البصرة؟ وين كنتي من سووا هذه الدراسة قبل ما تقررون الميزانية وتطلقون خطية؟ اليوم ابن المعقل قاعد يقول إيه حياهم الله، اليوم راح يجون يعدلون منطقتي، وقاعد مستبشر خير، ممكن يقول مغذي معين لأبناء منطقة المعقل.
طيب احنا بخضم هذا الحكي عن البصرة، ويانا اتصال ويانا علي من البصرة. حياك الله يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. طبعا نشكركم ونتمنى هاي العودة للبرنامج اللي مستقبلينه ان شاء الله راح نكون وياكم. عمي احنا عتبنا كبير على الحكومة، يعني الحكومة ما نعرف توعد وتكذب، توعد وتكذب، يوميا نطلع تظاهرات يوعدونا وتكذبون علينا. الله وكيلك ملينا، نورهم قدام المحافظة لا تفيد، نورهم قدام المجلس لا تفيد، قولوا لنا وين نروح؟ علي انت من اي منطقة بالبصرة؟ انا من الزبير. من الزبير. احنا مثل ما نعرف انه حتى بالزبير انطلقت تظاهرة للواقع الخدمي وسوء الخدمات بالزبير. اجوكم مسؤولين قالوا لكم يا ناس احنا خلاص راح نطلع ننظف المنطقة، نبلطها، نسوي لكم مدارس مستوصفات مناسبة حسب المقاييس. ولا هو تلفزيون وايد، بس حابة اقول لك كلمة، الله وكيلك الزبير صايرة زبالة، الخدمات زبالة. اي والله، يعني لا الخدمات معدومة تماما. طيب منو يسمعنا؟ طيب انت اليوم كمواطن بصري اكيد تتحدث عن لسان مجموعة كبيرة او شريحة كبيرة من اهالي منطقتك او حتى البصرة بصورة عامة. انتو منانا مثلا للايام الجاية، جاينا الصيف وجايتكم الشرجية وجايكم ضيم وحر الصيف، شو راح تسوون؟ الله لا وين يا الشرجية، الشرجية المحافظ ترى يسافر ما له علاقة، احنا نطيح بيها او يصعد بطيارته ويروح. هو انتم الواقعين بيها ندري. والله يروح يصيف، يصيف بلبنان، يروح لاربيل، احنا نطيح بيها الناس الفقراء. ادري اوكي، احنا كلنا واقعين بها، واهل ضيم البصره هو ضيم العراق كله، لان احنا لو ما خير البصره ما وجد عراق اصلا. بس قل لي يا اخويا يا علي، اليوم انتم داخلين على الشرجيه ويقال انه اذا راح يجيكم الحر وما يشط العرب كله متسمم ومصافي التحليه كلها واقفه والمشاريع طوها الشركات اصلا مو مؤهله للعمل بهذا ولا بالمواصفات والمعايير. اذا انتشر وباء الكوليرا بالبصره، المواطن البصري هنا راح ينتفض؟ انتم على بوابه انتفاضه والا هم راح نطلع مظاهرات ونقعد؟ هذا مرض السرطان اللي منتشر، روح شوف المستشفيات. على فكره ترى هم يعرفون البصره كل زين، اذا هبت يشهدون الحشد ويشهدون المعارك. البصره اذا هبت ترى البصره اذا ثارت ما حد يلزمها، الله وكيلك ما حد يوقفها اذا ثارت البصره. طيب طبعا احنا ما نقدر نقول يعني لك يا علي انه غير، بس الله يكون بعونكم كلكم. بس انا حاب اقول فكره، احنا صح احنا تعرفين شيء واحد، احنا موقفنا ترى احنا نخاف من البديل، احنا نريد البديل كله احنا نجيبه، هم يجيبونه احنا ما نحتاجهم، خلي يطلعون معكم واحنا نجيب البديل بدينا. زين اقول لك علي، اذا انتم تريدون تجيبون البديل ولو هذا راح يعتبر مثلا ممكن رد غير مناسب مني، بس لكن انه ما شاء الله البصره هم مقسمه، كل فئه او كل منطقه لجهه معينه، هنا انا خاف راح تنوب تصير معارك انه كل واحد يقول انا اريد صاحبي. انا ليش قلت احنا نخاف من اللي راح يجي؟ ليش؟ لان احنا قلنا الاحزاب طلعوا ما لكم علاقه، البصره لها لها. يعني تريدون اقليم؟ ولا تقسيم، ما اريد تقسيم عمي، اريد البصره لها لها، لها للبصره. حتى اتمنى الصوت لا يوصل، لان الاحزاب طلعوا من ما لكم علاقه. احنا اكيد يا اخ علي احنا قناة دبليو تي في، احنا راح نكون وياكم اول باول، وراح نكون احنا الصوت الناطق عن كل اهالينا بكل مكان. ومثل ما احنا شكرا اكيد لاتصالك اخ علي، احنا مثل ما احنا نحكي بالمشاريع ونريد مشاريع ونطالب البصرة بمشاريع والحكومات، خلينا على طار المشاريع نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. في مدينة تعتبر الأغنى في العراق، لكن حكومتها المحلية تهدر أموال المواطنين من المنافع الاجتماعية على أرصفة المقرنص التي يتم استبدالها بين الحين والآخر. طبعا نستغرب من هدر أموال المنافع الاجتماعية على أشياء يعني
يعني غير بها فائدة للمدينة مثل المقرنص والحشيش الاصطناعي في ظل تواجه المحافظة اليوم انتشار لأمراض السرطان، نقص للأدوية في هذه المستشفيات، عدم وجود طرق معبدة، البنى التحتية يعني متهالكة، وبالتالي تجد هناك المقرنص دائما مشاريع المقرنص هي مكررة، واعتقد انه هي اسهل مشاريع للفساد المالي والإداري وسرقة الأموال. اليوم المحافظة تعاني من تهالك للبنى التحتية، وفي وقت تجد انه هناك هدر لهذه الأموال وهي أموال المنافع الاجتماعية المفروض تخصص للمستشفيات، المفروض تخصص لانتشال البطالة، لبناء مدارس، لبناء مستشفيات. أعمال تجري منذ عام 2013 حتى عام 2019، لكنها ليس مشاريع للماء أو الكهرباء أو بناء للمستشفيات للمواطنين في البصرة، فيما أطلق البصريون كلمة ثورة على استبدال المقرنص والحشيش الاصطناعي. يعني حقيقة أنا ما أريد أكون متشائم وأريد أقول أنه يابا مشروع وهو عمل، لكن معقولة أنه عمل يستمر من 2003 إلى اليوم وما ينتهي؟ يعني أعتقد أنه الكلمة المناسبة اللي نصف بها هاي المسألة أنه ثورة المقرنص اللي جاي نعيشها بالبصرة واللي استمرت أعتقد على مدار الـ 12 سنة أو الـ 13 سنة الماضية، وجوز تستمر بعد فد 13 سنة جاية. بين الأحمر والأصفر والأخضر، لكنها ليست إشارة للمرور في إحدى تقاطعات البصرة، إنما هي أرصفة المدينة التي تفتح أبواباً جديدة للفساد كلما يتم تغيير المقرنص فيها. إحنا جاي نشاهد محافظة البصرة كمواطنين، يعني جاي نشوف الشوارع يوم نشوف المقرنص أصفر، يوم أحمر، يوم أخضر. ما أعرف الدولة لحد الآن ما ثبتت لها على لون رسمي حتى يصير للشوارع الرسمية. بالإضافة البصرة يعني واجهت العراق الاقتصادي وما جاي نشوف أي خدمات بها، الخدمات شبه من عدمة. هذا إحنا مقبلين على صيف حار، أزمة الماء، أزمة التلوث. يذكر أن المبالغ المخصصة للمنافع الاجتماعية أغلبها تصرف على تبديل المقرنص والحشيش الاصطناعي، فيما تشهد المدينة سوءا في الخدمات بجميع مفاصلها. لا ماء ولا دواء في البصرة، فالحكومة المحلية ما زالت تتفنن في اختيار لون المقرنص الذي بدأت ألوانه بالأحمر والأخضر والرصاصي تملأ شوارع البصرة وتستبدل بين فترة قليلة وأخرى. لدبليو تي في الفضائية من البصرة، فؤاد الحلفي. ترى حلوة، يعني واحد ما عنده شغل وعمل بس يومية شايل لون ومخلي لون، والله شنو. طبعا المواطن البصري يعني بهيك حالة انه انت مدى يعني شلون مثل ما نقولها انه تشكر هذه الحكومة، لا انه تكسر لك الروتين. يا اخي اليوم طبيت بالشارع لقيته اخضر، راح تكسر لك الروتين، ورا اسبوع راح تطب تلقاه احمر. شوف يعني هم يفكرون انه شلون يكسرون الروتين من يومك ومن حياتك، انه تظل هيك دائما فريش. وعنصر المفاجاه موجود، انه خلي اروحي والله اليوم للعشار، خلي اشوف اليوم اصفر احمر اخضر، اروح اتفاجئ واخذ سيلفي وارجع غيره والشارع. يعني يلا ويانا اتصال، حياك الله. الو، السلام عليكم. حياك الله، من ويانا؟ تفضل. غانم محمود. بس ممكن اسمك؟ غانم. غانم. غانم؟ نعم. حياك الله ويسعد مساك. غانم من العمارة، رحم الله والديك. بس لحظة. نعم. احنا قاعدين نستمر بهاي الامور، يعني مثل الواحد شوي قاعد يلهي روحه لهو. الدولة هذه اللي حاليا احنا فيها، هاي الدولة مسيرة وليس مخيرة. نعم. مو بس البصرة قاعدة تعاني، يعني بكل المناطق بكل المحافظات، روح بغداد هاي قاعدة، تعاي العمارة، تعاي الواسط، يعني امور مزرية، ناس جوعانة، لا خدمات، لا كهرباء. غانم؟ بس يا ريت انه السيد المخرج تعلي لي صوت غانم شويه حتى اقدر اسمع بوضوح. غانم، بحكم انه حياك الله انت جيتنا من العماره وهذا اتصالك من العماره وعلى راسنا، احكي لنا. احنا اللي مرات انه يعطونا نظره عن العماره انه الاعمار بيها 100 على 100 وبدت تزدهر المحافظه، شلون واقع الاعمار بالعماره؟ بس مركز المحافظه حاليا، مركز المحافظه بس الاطراف الاغبيه النواحي، يعني شغلتها تعبانه، ناس جوعانه بوسطه وقاعده.
شنو هسه بمركز المحافظة؟ تقلت بس مركز المحاضرة المحافظة، إن اليوم من جاتكم أجيكم زيارة للعمارة وأروح للمركز، إيش راح ألقى شيء حلو؟ وين أروح؟ وين أتوجه؟ شو أشوف؟ تجيني الغضاء علي الغربي. إيش موجود بعلي الغربي؟ ناس متجاوزة وقاعدة بالتجاوز، جوهارة ما عندها أي شيء، لا عندها شيء تعيش به، لا عندها وقود، قاعدة على التربان. ما يعني قاعده لا هي السمو لا هي الجام، تعبانه ناس ما عندها يعني وين قاعده تعاني العالم، وين تروح وين تمشي؟ طيب شنو الامور اللي حابب نسلط عليها الضوء اللي تخص العماره؟ هسه قلت لنا قضاء علي الشرجي، وبعد قضاء علي الشرجي، قضاء علي الغربي، قضاء كويت، يعني تجينا نواحي العماره كلها تعبانه. طيب. طيب يعني هسه تقلت المركز حلو، مركز المحافظة، قطينا شيء حلو خلينا نتفائل بهاي الأمسية. لا مركز المحافظة زين يعني زين يعني أول يعني شوارع مبلطة، يعني مستشفيات زينة، يعني مستوصفات طبية، شنو الزين بيه بالموضوع؟ عندنا أول نقطة الكهرباء تعبانة. هاي بمركز المدينة الكهرباء تعبانة. الكهرباء تعبانة، عندنا شوارع تعبانة، عندنا ناس عطالة بطالة، لا شكوا بعد شو يصير عندنا؟ شو يصير بينا؟ طيب. الأخ غانم شكرا لك وشكرا لاتصالك، وإن شاء الله الحلقات القادمة راح نتناول بها محافظات ميسان والعمارة والأقضية والنواحي وكلها، إن شاء الله راح نسلط الضوء ونشوف السلبي والإيجابي بها. نعم نرجع وياكم للبصرة، ومثل ما شفنا بالبصرة يعني التغيير الألوان الرينبو أو القوس قزح كلها رايحة على تغيير المقرنص والثيل الاصطناعي، هذا اللي يجيبوه الله أعلم بكم مليار دولار وبكم تريليون، وين يسوون يغيرون الألوان؟ يمكن أعتقد أنه راح يشيلوا يصبغوا ويرجعوا بعد، الله أعلم شلون تم الموضوع. طيب من فكرتوا أنه تطبون المستشفى من مشافي البصرة الحكومية وتشوفون حجم الخراب بهذه المستشفى والبنى التعبانة بداخل المستشفى، من المواطن البصري ما عنده جهاز رنين، من المواطن البصري كل شيء ما عنده. يعني يا الحكومة، يعني هنا احنا نتوجه لكم بالسؤال، احنا ليش ما نسلط او نوجه الاعمار لمحافظة البصرة؟ طيب انت تريد من البصرة، انت تريد خيرات، انت تريد ميناء، انت تريد نفط، انت تريد قوة كاملة من البصرة. طيب الطول السيد الأسعد العيداني المحافظ انطوا صلاحية انه يشتغل، راحوا وتوجهوا الى شركات لا بها ولا عليها ولا يمها انه اشتغلت وغير رصينة. طيب الشركات الزينة والشركات اللي دا تقدم عروض والشركات الكبرى المعروفة على مستويات عالمية واقليمية ممكن، ليش ما تطوها هاي المشاريع؟ ليش ظل البصرة يعني بهذا الحال؟ يعني هاي الشركة اللي انت متعاقد وياها قبل وتدري بيها مو زينة ومعروف عنها مو زينة، ليش ترجع مرة أخرى تتفق وياها وتضيع محافظتك؟ اليوم حتى رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم من أنت مسؤول عن ثاني أكبر محافظة، شلون راح تواجه ربك وناسها تموت من المجاري وناسها تموت من مي إذا سبحت بيه تتسمم وتموت؟ طيب انت يعني ما تخافون من بعدين ايش راح يصير؟ ما تخافون انه العقاب او مثلا الناس اكو شيء اذا ما تؤمنون بالاخره وغيرها من الامور اكو شيء اسمه كارما او العاقبه الاخلاقيه، ما تخافون من الكارما شلون ممكن تاذيكم؟ شلون ممكن تضركم؟ اليوم من انت دمرت شعب كامل، دمرت شباب كامله، شباب خلاص نرجع للشباب بعد هذا الاتصال. ويانا اتصال، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، من ويانا؟ انا اخوي عقدت امجد كامل من محافظة ميسان. حياك الله اخ امجد من ميسان.
يا ريت تنصي لي صوت التلفزيون الله يرضى عليك، تسمعني من التليفون. لا ما تقدر. ايه اخوي نصيتي. نعم نصيتي صوت التلفزيون. يلا سولف، الهاتف إلك. الخدمات بمحافظة الميسان يعني زينة، والشوارع مبلطة وكل زين. آه والله بس ريج يعني بس الكهرباء شوي شيء رمضان قادم علينا. شاغانم يقول العمارة بالضيم. لا والله زينة يعني وخدمات زينة بس الكهرباء. التمين أنت من مركز المحافظة؟ لا من قلعة صالح. ها من قلعة صالح، احكي لنا شنو متوفر عندكم بقلعة صالح؟ والله متوفر عندنا تبليط ومجاري وخير من الله. يعني هاي انت تدري انه هاي انت الامور تقول عليها زينة وخير، هي اصلا حقك، يعني هاي حقوقك. يعني اليوم اذا انا اريد اقول هذا أنا عندي زين، ما يعني مفروض أنا أريد أقول عليها زين، مراكز ترفيهية، مراكز صحية، مصحات، إعادة تأهيل، ضمان اجتماعي، ماكو بطالة، مو تبليط ومي، هاي حقك وغصبا ما عليهم يوفوها لك، هم ما متفضلين بشي عليك، هاي حقوقك. زين الكهرباء، احكي لي الكهرباء شلونها عندكم أمجد؟ الكهرباء نريد لأهل العمارة. عمي كفيلك الله، احنا حتى ببغداد ما عندنا كهرباء، نقضي مولدات وكاتلنا الحر من هسه. الله يعينكم انتو شلون. اخ امجد اكيد صوتك انضم لصوت اخ غانم، وان شاء الله هذه الامور كلها راح ناخذها بملف ميسان بالحلقات القادمه. شكرا لك ولاتصالك. خلينا نرجع لشباب البصره، اكو موضوع اريد اطرحه لحكومه البصره. ممكن البعض اخ العد الاوراقي، ممكن البعض يقول لا وين اكو هيك شيء، لا بالعباس اكو هيك شيء. تدرون هو شنو اليوم؟ طبعا عذروني على الكلام اللي راح احكي، بس اليوم اذا شاب من البصره او رجل من البصره حب يروح يجيب كحول يشرب، ما راح يلقى محلات، راح يروح يتختل بالفروع وما ادري شنو يجيب له شرب ويقعد يشرب. لكن بالمقابل اكو شاب يريد يروح يجيب حبوب كريستال، اسهل شيء وارخص شيء، يجيبها ياخذ حبايه الكريستال وينام الثاني يوم، وممكن يصير ما يصير بيه ما اعرف انا ايش يصير بالضبط باللي يتعاطى الكريستال. اليوم من حكومه البصره مانعه الكحول والمشروبات الروحيه ومشدده عليها، وتلزم تريلات وحمولات وتصدرها ويحاكمون اللي مدخلها وغيرها من الامور. زين هذا اللي دخل الكريستال معقوله ما تعرفوه؟ يعني ما شفتوه؟ هنا كارثة. احنا اليوم شباب البصرة، هل موضوع انه الكريستال غازي كل شوارع البصرة هذا امر مفتعل؟ حتى الشاب البصري يظل مخدر وعقله ملوث وما يطالب بحقوقه وما يطالب يشتغل؟ راح نرجع لهذا الموضوع بعد هذا الاتصال. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، من ويانا؟ نوزاد من سليمانية. منو؟ يا ريت الاسم. نوزاد من محافظة سليمانية. حياك الله يا أخ نوزاد، تفضل. والله الحمد لله سليمان شمال كل زين، بس بالنسبة هذا البصرة محافظة. نعم. البصرة يعني احنا نشتغل على التاريخ، يعني التاريخ حيل واسع، يعني ما نقدر تمشي بيه، يعني التاريخ مو زين، الدولة ما عرفت ياخذون فلوس مثلها على اساس يصلحون الطريق، ولحد الان ما صلحوا الطريق. اكيد انت شهدت حوادث على هذا الطريق. الطريق على صفوان تطلع، على البصره تطلع، على الديوانيه خط الطريق تطلع، يعني صار طريق كلش موزع. طريق كلش موزع، يعني تمشي بيه انت ترى ياخذون فلوس الجمرك، مال الجمرك، مال فلان، مال فلان، مال فلان، مال فلان، حتى توصل على الميناء. شوف الباوع على الشارع، يعني الباوع على فلوس
عسكر وسياراتنا يعني حيل ما نمشي بيه، ما ادري الدوله شو تسوي بيه بالهاي المحافظه البصره، المحافظه البصره مدينه الزهر وبيه نفط والشعب البصره يموت من الجوع من الماي، كل شيء ما بيه البصره. نعم احنا شاكرين اتصالك اخ نوزاد، واكيد الملاحظه اللي قدمتها لنا قيمه جدا. طيب باختصار خلينا نحكي عن موضوع الطريق، يعني اليوم اني ها اوكي خلينا ناخذ هذا الاتصال. حياك الله. الو اختي. حياك الله تفضل. اختي انا جاي احكي لك عن قفال كعلا، انا احكي لك جاي عن عبر بس يا ريت اسمك قبل ما تبلش حديثك. ياسر من محافظة ميسان. حياك الله اختي. احكي قبل تطلع عليك واحد من محافظة ميسان من قضاء القضاء على الشرجي وواحد من قضاء قلعة الصالح. نعم. يقول احنا محافظة ميسان تبليط عندنا والشوارع عندنا زينة بس مركز المحافظة. وش الفائدة يا اختي شوارع مبلطة؟ احنا من قضاء الكحلاء محافظة ميسان صار لنا 8 سنوات ما قصر قضاء الكحلاء. اها. والله يشهد محافظة ميسان بالاخص قضاء من القضاء من الاقضية المنكوبة يعني من الاقضية المنكوبة. عندنا مستشفى الكحلاء. مستشفى الكحلاء صرف عليه 19 مليار دولار. عبارة عن مركز صحي صرف جباس 500 دينار شهيد براحته وترجع الناس وهو مستشفى 19 مليار دولار راحت الأجهزة مالته انباجت وهذا كل شيء. طبعا للأسف يعني أخ ياسر أنا اتصالك مو 100% كان واضح وياي، لكن اللي افتهمته أنه محافظ ميسان 8 سنوات هو ما واصل للكحلاء أو كل اللي عندكم مركز صحي هذا اللي متوفر بأعتقد بخطة إعمار ميسان أو هيك شيء. لا أختي اموال انعاش الاهوار 19 مليار دولار صرفوا على مستشفى الكحلاء. حاليا هو يعمل قضاء يعني يعمل كمركز صحي، مستشفى كمركز صحي يعني ما بها خدمات ما بها اجهزه حديثه. لا اجهزه حديثه هو بيها اجهزه حديثه وبيه خدمات وبيه بس لا توجد دكاتره اخصائيين لا من كسور لا من باطنيه لا من كرشي، مجرد دكتور تطبيقي يكتب شريط براسي تولي قياس الضغط رايي ومستشفى صرف عليه 19 مليار دولار ما في فائده من عنده ما في فائده من عنده. طيب ايضا احنا ننتظر اتصالك بملف ميسان يا اخ ياسر، ان شاء الله من راح نتناول ملف ميسان بالحلقات القادمه وراح نتحدث او ناخذ هذا المحور بجوانب اخرى اكثر. نرجع ايضا لمحورنا الاساسي اللي هو البصره واهل البصره وضيم البصره مثل ما نقول. اتصل؟ يلا. الو حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. شلون شفت العزيزه؟ اهلا بك، من ويانا؟ محمد بن صلاح الدين. محمد بن صلاح الدين. حياك الله يا محمد وحيا الله اهل صلاح الدين، تفضل. اختي العزيزه نطالب بمواد كهربائيه، نطالب بالماي، نطالب شنو دوله هاي؟ نعم. يعني احنا نريد شيء احنا كحشد عن الفرج ان نطالب برواتب ونطالب بشيء يعني كل شيء ماكو لحد الان. صلاح الدين احكي لي الخدمات اللي بيها، شوارعكم مبلطه، مستشفياتكم شلونها، مدارسكم زينه. فدنية ماكو، شارع كل جزيرة ماكو أي شارع، كل شيء ماكو لا أدوية لا أي شيء، منطقة مهجورة. نعم. يعني أيضا تعانون من مشاكل كثرة بصلاح الدين. ما بيها ماي ما بيها ناشف فردنا. طيب. يعني المي تحفر 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 قاع بالقاع يطلع مي مالح، تشرب العالم مي مالح، هي هاي دولة. ما عندكم مراكز تصفية مياه أو غيرها من الأمور؟
لا 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 خلاص منطقة قلوب واحد ما بيه يشتغل ولا بق ما عندهم يحفرون بالقاع ويشربون اللي عنده يشرب اللي ما عنده ما يشرب. الله يكون بعونكم إن شاء الله أخي محمد. إحنا راح نتناول بحلقات إن شاء الله قادمة أيضا واقع حال صلاح الدين، وأكيد إحنا مراسلين بكل مكان راح يرفدونا بالتقارير الخاصة بكل محافظة وينقلونا واقعها بكل مصداقية إن شاء الله على الأيام القادمة. شكرا لاتصالك. عندنا اتصال بعد؟ يلا لعد خلينا نرجع ونروح نروح لو نسولف خلينا نشوف السالفة. يقال في المثل الأردني من مثلك يا ابن عمي تروح والطبق فاضي وترجع والطبق مملي، وهي مقارنة لشخص المحظوظ المدلل. والرابط في سالفتنا لهذا اليوم يمكن فهمه في آخر التقرير. فبعيدا عن ضجيج البرلمان العراقي الذي يتمتع بعطلة تشريعية، يبرم المنتفج عبد المهدي اتفاقية اقتصادية تجارية مع الأردن يصفها البعض بالمذلة التي أعدمت الصناعة، إذ تفضي أحد البنود إلى إكمال مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة الأردنية الذي ستتحمل فيه بغداد جميع تكاليفه. فما أن توافق الجانبان العراقي والأردني على تزويد عمان بعشرة آلاف برميل يوميا من الخام، تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن نقل العشرة آلاف إلى العقبة سيحتاج من 28 إلى 30 صهريجا، وهذا ما سيكبد بغداد أكثر من 100,000 دولار يوميا، بينما ستتحمل الأردن كلفة مضافة على كل برميل تستورده 25 سنتا كأجرة نقل، في حين يرجح البعض إلى أن إكمال المشروع يحتاج إلى 5 سنوات، وسينقل 150 ألف برميل يوميا إلى الأردن، فيما ستصل أجور نقل البرميل الواحد إلى 4 دولارات يدفعها العراق عدا ونقدا. وحتى الآن العراق هو الخاسر الوحيد من هذه الاتفاقية، فبعد الخسائر البشرية التي دفعتها بغداد ثمن مجاورتها الأردن منذ العام 2003 من خلال دعم التنظيمات الإرهابية والإسهام ببيع الآثار العراقية المهربة وتمويل الجماعات الإرهابية، يأتي الدور الآن على تحطيم المنتجات الاقتصادية. فبعيدا عن صخب العالم، أنشأت إسرائيل منطقة تجارية مشتركة مع الأردن تسيطر من خلالها تل أبيب على المنافذ الحدودية المشتركة بين عمان وبغداد، وتدخل البضائع متى تشاء بملصقات تحمل صنع في الأردن. أما من يمعن في تفصيلات الاتفاقية فسيجد أن إحدى البنود تنص على إنشاء منطقة صناعية، ومن مقترحاتها إنشاء شركة خاصة عراقية أردنية، وهذا يحتاج أموالا وأيد عاملة، وهما لا يتوفران لدى الجانب الأردني. فما هي الفائدة العراقية من شراكة منقوصة ناهيك عن إعفاء السلع الأردنية المصدرة إلى السوق العراقية من الرسوم الجمركية، وهي منفعة للأردن دون مقابل للعراق، في حين أنها ستعمل على مضاعفة الخسارة العراقية من خلال إضرارها بالمنتج الوطني. أما الجنبة الاقتصادية فتقول إن البلاد ستتكبد خسائر تقدر ب 13 مليار دولار سنويا نتيجة التقارب المنقوص مع المملكة المجاورة. استفهامات وتساؤلات تدور في فلك عبد المهدي وفريقه الوزاري الذي تعمد عدم إشراك غرفة التجارة العراقية واتحاد الصناعات العراقي في مباحثات توقيع الاتفاق، مستغلا بذلك وقت عطلة البرلمان التشريعية ليبقى موقف مجلس النواب مترددا وهو يواجه صرخات المواطنين القائلة كأنك يا أبو زيد ما غزيت، وإحنا متعودين على الخسارة، ظلت على الصناعة والتجارة، كل شيء هون لعيون الجوارين. لا والله يا عمي مو بكيف أحد، إحنا ما متعودين على خسارة وما عمرنا راح نتعود على خسارة. بس هنا هاي مناشدة راح تكون للحكومة، يا حكومتنا يعني هو شبقى بالبصرة على مود أنتوا يعني بديتوا أنه ناويين تسوون هذا المشروع، يعني هو شبقى بالبصرة أصلا استنزفتوا كل شيء بالبصرة من مي ومن شباب ومن طاقات ومن خدمات، وحتى هواها صار ما إنسان يقدر يتنفسه. الحكومة المحلية ايش تنتظرين حتى تحركين ساكن تجاه أهل البصرة وتجاه محافظتك يا حكومة يا محلية؟ زين انت اوكي ما تخاف على اهل البصره، ما تخاف على اهلك لا فد يوم يصير بيهم شيء بسبب التلوث اللي حاصل بالبصره، عدا موضوع اتفاقيه الاردن اللي هي 100% البعض يؤكد انه هي راح تكون انه تستنزف البصره على اخر حبه بيها
بهذا الاتفاقية. قبل ما أكمل الحديث بهذا الموضوع، حقكم علينا يا متصلين كلكم، لكن ضيق الوقت صار بهذا الموضوع. آخر اتصال ويانا بهذه الحلقة، حياك الله. حياك الله، من ويانا؟ من محافظة كركوك. حياك الله وكل أهل كركوك. اسمك؟ سردار. سردار؟ إيه. حياك الله سردار، تفضل. والله أختي فقط عندي سؤال، يعني أشكرك، بس أختي بس عندي سؤال. تفضل. هالحكومة العراقية شو عمر بالجنوب؟ ماكو شيء. تفضل ويانا سردار. الله وكيل، الله وكيل. أنا في الثمانينات رحت بصرة، أنا أبويا نعم عاش بصرة 25 سنة، بصرة بالبصرة. بشارع عشار مقابل تسجيلات شرعان زافع. نعم. الله وكيل. نعم. الله شاهد. يعني أنا هشت رحت الجنوب، يعني ما معمري كل شيء، طالع في الشمال. نعم. يعني ما أقول لك 100 على 100، يعني أقل شيء من 180 معمري للشمال، بس الجنوب كل شيء ما معمري. نعم. نعم. طيب. احنا نشكر اتصالك، صورتك صارت واضحة، لكن يعني بالقوة احنا قدرنا نفتهم بسبب سوء الاتصال. احنا للأسف ما راح نقدر نستقبل بعد اتصال آخر، وشكرا لكل مشاعر أي عراقي تجاه أي محافظة بالعراق. الموضوع نرجع للحكومات والبصرة، مثل ما يقول هنا أخ سردار أنه من الثمانينات هي أصلا ما بها أعمار. هل من المتوقع يا الحكومة المحلية بحكم الصلاحية المعطاة لك أنه تنفذين المشاريع راح نشوف إعمار بالبصرة؟ عفوا مول تايم سكوير، بصرة تايم سكوير، هذا المشروع الوحيد اللي أنتوا تحسون حالكم أنه هذا فد شيء صار بالبصرة واحترق، يعني حطوا عينهم عليه وقب راح عطب المول. مشاريع حقيقية، مشاريع على أرض الواقع. من نطب احنا للمحافظة ما راح نشوف مي مجاري بالفروع بين البيوت. الطالب من يروح من تمطر الدنيا ويروح الطالب للمدرسة ما يغط خطية المسكين من راسه الرجلية بالطينة. من يفوت من يدخل بسماء البصرة اذا كان رايح هو بالطيران ما يشوف دخانة سودة تخنق خنق وهو بعده قاعد بالطيارة يقول الله اعلم ايش راح يصير بيه من انزل. على الاقل مي يقدر يسبح به المواطن البصري، يسبح به، عم لا يشربه ولا يطبخ به ولا أي شيء. أهل البصرة، هذه رسالة إلى السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المحترم، بحكم أنه أهل البصرة غسلوا يدهم من العيداني، كلها عينها على الله وعليك، كلها تقول يا رب هو اللي راح ينقذ البصرة، هو اللي راح يفعل مجلس إعمار البصرة، وإحنا أيضا عيننا عليك، نتمنى إحنا إن شاء الله بفترة حكمك نشوف شيء ملحوظ بالبصرة، ويا ريت إنه نتمنى ونأمل من الله إنه الاتفاقية الأردن فعلا تصب للشاب البصري وللمواطن البصري ولا تصب لمصالح أخرى. القيادات الأمنية بالبصرة، يعني يا ريت مثل ما أنت مشدد على الشرب تشدد على الكريستال، ليش شبابك كلها جاية تموت وتروح وتضيع وهو ما تدري هسه حتى الأم المسكينة اللي هناك بالبصرة تشوف ابنها مدمن ورايح بالضيم يا حالة ما تدري وين تروح به، هو أصلا مقتول من هذا الواقع. شباب البصرة يعني كافي كل الزين اللي راحوا بسبب داعش واللي راحوا بسبب الشهداء والحروب اللي راحت واللي انقمعوا بالتظاهرات واللي خسروا أرواحهم بالتظاهرات وهو جاي طالب المسكين بحقه. وإحنا نتمنى بفترة حكمك يا سيدي الرئيس أن نشوف البصرة ولو جزء بسيط ترجع، ولو حتى مجرد أنه مخاوفنا من الصيف والكوليرا بالصيف والحر القاتل والتسمم بالصيف، إن شاء الله يجي الصيف ويعدي مثل العسل
على كل أهل البصرة. إحنا نأمل كثير من الأمور، راح نظل نأمل وراح نظل نطالب لحد ما يتحقق حقوقنا أو حقنا عليكم يصير. إحنا ما طالبين لا مراكز ترفيهية ولا طالبين مدن كبيرة، ونتمنى أنه قدرنا نوصل ولو جزء من صوت أهل البصرة إن شاء الله. نلتقيكم بحلقات قادمة من برنامج على المكشوف. مع السلامة.